يجسد العرض قصة الشباب الذين يرغبون في التغلب على التحديات والسعي لتحقيق أحلامهم. يقول نائب وزير الخارجية الصيني سونغ ويتونغ إن العرض سرد القصة من خلال أسلوب فني صيني رائع للغاية. وقال سفير تركمانستان لدى الصين الذي حضر الحدث مساء الأربعاء إنه يمكن توقع المزيد من التبادلات الثقافية بين البلدين. الألعاب البحرونية لها تاريخ 3000 سنة في الصين. لقد أصبح شكلاً فريداً من أشكال الفن يجسد التراث الثقافي الغني والجماليات والشخصيات أمة الصينية. سافرت الألعاب البحرونية الصينية إلى أكثر من 100 دولة وزرعت بذور الصداقة من خلال العروض. كان أحد جوانب قمة الصين وآسيا الوسطى هو التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين، ونحن نقدر حقا أن نتائج هذه القمة ستعمل على إيجاد طريقة تمكننا من إجراء مزيد من التبادلات بين شعوبنا، وسيكون أحد مجالات التبادل هو التراث الثقافي.